زوال العقل في نواقض الوضوء بنوم ونحوه ما فيه ضرر. عند التعريف لما نقول ما هو الجنون، زوال العقل، ما هو النوم، حالة يستتر فيها العقل، فإذا واحد عبر بزوال العقل ما فيه ضرر، معناه هذا يشبه هذا. هذه الأمور اللي بيسألوها بعض الناس كان الشيخ يقول تركوها، اللي هي مثل يقول شو أفضل شعرة الرسول ولا الولي، الولي ولا قال الشيخ تركوا هذا فضول لا خير فيه ولا حاجة إليه. سمعتوا مر عليكم مش كتاب فقه، مش كتاب العقيدة، الكلام في هذا بالكتب التي قرأت على الشيخ أو شرحت، لا تدخلوا في هذا ولا تتكلموا في هذا ولا تخوضوا في هذا. ما يقول لي واحد طب خطر على بالي شو بعمل، كل ما يخطر على بالنا نتعامل معه على أنه لابد أن نحصل على جواب على هذا الخاطر. نقضي حياتنا نحن عم نشتغل هيك، عنا أمور مهمة بدنا نشتغل فيها، فإنه الشيطان قد يخطر للإنسان أشياء كثيرة، كلما أخطر له شيء بده يتعامل معه ويأتي منه بسؤال، ما بيعدوا بيفضوا المشايخ إلا للجواب على الخواطر. وهذا الأصل عندنا أن نتعلم الجواب على الخواطر. الشيخ عبد الله من وصاياه مكتوب عندي إن شاء الله ببعث لكم إياها، بيقول الشخص أولا يتعلم المختصر، ثم إذا أتقن المختصر أتقن العقيدة أتقن الأحكام، بعد ذلك ينتقل إلى المتوسطات، يتقن المتوسطات ينتقل إلى المطولات، يعني بيمشي بالتدريج. هذا الطريق اللي عم بيقوله الشيخ عبد الله رحمه الله، أتقن المختصر، أتقن يعني ما شو يقول واحد ايه انا اتقنت لمجرد انه قرأ مرة ومرتين وثلاثة. قال الشيخ لو قرأ مثل المختصر 10 مرات 10 مجلدات لا يصير مفتيا بذلك. وقال الشيخ لا تتوسعوا في حكم من يقول، ولا يجاب الشخص عن كل مسألة يسألها. قال الشيخ ولا تغفلوا كلمة لا أدري فإنها نجاة في بعض الأحيان، إذا واحد أجاب هلاك في بعض الأحيان، لا أدري نجاة. قال لا تغفلوا كلمة لا أدري، وأنتم ما يعني ما تجوب. بعض الناس بيجي بعض الناس أنه قل له طب ما سمعتوا بهذا، بتعرف بعض الناس شو بيقول لي، بيقول لي وين بروح، بروح عند رجب دين هيك من آن. أنت تعرف علم الحال موجود في المختصر، وتعرف العلم الضروري موجود في المختصر، اشتغل بهذا، اشتغل بهذا وطبق، صار فيك تأدي الواجبات وتجتنب المحرمات، مش انه حتى يروح عند واحد من المشايخ انه كأنه بده يلزمه انك بدك تجاوبني وإلا وين بروح. الشيخ عبد الله قال ليس من المصلحة ان يجاب الموسوس عن كل سؤال يسأله، لأنه يتمادى ويزداد، إذا أجيب يتمادى ويزداد. الشركة حتى تكون صحيحة لابد من خلط مالين فأكثر، بدون خلط المالين لا تحصل الشركة أصلا. في ناس بيعملوا يعملون شيئا يظنون أنه شركة، بعد خلط المالين يخلط المالان أو أكثر من مالين، يقول كل واحد للآخرين تشاركنا في هذا، ثم يقول كل واحد للآخرين أذنت لك بالتصرف. ثم إن عمل واحد من الشركاء على هذا المال ليس له أن يأخذ أجرة على ذلك، لأن الفقهاء يقولون لا يجوز أن يكون الإنسان أجيرا على ماله، يعني أن يشتغل على ماله ويأخذ أجرة على عمله في ماله. فإذا أراد أن يأخذ زيادة عن حصته في الربح لأجل عمله يعطونه بالتراضي على وجه الهدية على وجه الهبة، يقولون له لك كذا على أنت تعمل هذا، لك كذا تبرعا منا في كل شهر. الناس أغلبهم لا يفعلون هذا فلا يدخلون في شركة صحيحة. هلا السؤال عم يسأل إنه إذا كان دخلنا في شركة غير صحيحة ماذا نفعل؟ نصلح هذا الأمر، مثلا يتوبون إلى الله أول شيء لأنهم دخلوا في شركة فاسدة، ثم يقولون نحن عملنا فيما بيننا بالتبرع، نأذن لك مثلا واحد منهم أن تعمل في مالنا الذي اختلط، هذا المال الذي اختلط مع مالي بمالك بمال هذا، ونتعامل بالتبرع، الربح الذي يخرج
كل منا يتنازل عما له فيه مما يعطاه أحدنا. بده يعطوه مثلا ثلث ثلث ثلث، ما لي في هذا، أنا كل شهر أعطيه لك. وإذا أرادوا إعطاء واحد زيادة لأجل عمله يقولون أيضا لك هدية أو لك على وجه التبرع تأخذ كذا. لكن يصلح هذا الأمر، لا يترك على ما هو عليه. إن مات أحد الشريكين، عم بيقول صلى الله عليه وسلم، إن مات أحد الشريكين والشركة فاسدة، ساعتها الورثة يأتون إلى هذا الشخص لأن لهم مالا في هذا، لأن لهم مالا في هذا، يقولون له أعطنا بدل رأس مال والدنا الذي صار لنا، ثم إن شاء ينشئون شركة جديدة، يعملون شركة جديدة، يأخذون، فهمتم العبارة، بدل رأس المال الذي كان وضعه المورث كالأب مثلا الذي اختلط بهذا المال وصار مالا مختلطا، يعطونه بدل رأس المال الذي وضعه مورثهم، ثم يعملون شركة جديدة. إذا واحد قال لمرتد كيف الحال أو لكافر أصلي كيف الحال، لا يضر. لو كان هذاك يرد عادة الحمد لله، لا يضر إن قال له كيف الحال كيف حالك. يعني بفكر الواحد أن هذا المرتد حين يقول الحمد لله يخطر في باله أن الله الذي هو يذكره على زعمه هو شيء جالس على العرش، أو أنه جسم، أو أن له شكلا، لا، لا يخطر على باله ذلك. حتى لو كان كافرا أصليا لا يخطر على البال أنه يستحضر حين يقول الحمد لله أنه يعبد شيئا يتخيله ويتصوره، إنما الذي يخطر له أنه يذكر اسم الله لفظ الجلالة، يعني أنه يذكر لفظ الجلالة. شفتوا مثل هذا الأمر، هيدا انتبهوا، هذا بعض العوام إن سمعوا أن بعض الناس يسألوا عن هذا قد يترك التعلم، يقولوا شو عم بيحكوا، ماذا يقول، ما بيخطر على باله شو قصده هذا الإنسان اللي عم بيسأل السؤال. بدنا ننتبه يا أحبابنا، نريد أن يتعلم الناس، نشفق على الناس. نحن قلت لكم أخونا شو حدثنا، كل مرة بيحدثني عجيبة بعكار من العجائب، قال لي بعض النساء كبيرات السن فوق 70 تنادي الرجل تقول له دخيل خصيتي ربك تعال إلي، اللفظ العام بتقولها. هدول أليس يحتاجون لمن يعلمهم؟ هدول يكلمون في مثل هذه القضية؟ إذا قلنا مرحبا للمرتد وكيف حالك للمرتد كيف صحتك، إذا سمعوا مثل هؤلاء قد لا يتعلمون منكم بالمرة. انتبهوا، أنتم بكون عندكم حكمة. كثير من المسائل يسكت عنها عند الشخص الجاهل حتى يتعلم أصول العقيدة، حتى لو كان لا يتقن صلاته في أول الأمر، إن خشينا أن لا يتعلم العقيدة من كلمه في أمر الصلاة هو بعد جاهل في العقيدة أو في أحكام الصيام أو في الفروع أو في أمور أخرى، نسكت عن هذه الأمور لأجل مصلحته حتى يتعلم العقيدة، بعدين شيئا فشيئا نكلمه إذا عرف العقيدة الصحيحة وتخلى عن العقائد الفاسدة. يعني لي قريب من 50 سنة أذكر كلمني ينتسب لإحدى الطرق المشهورة، قال لي باللغة العامية البيروتية، قال لي بعض الشطار يقولون الله داخل بكل شيء، يريد أنه يعتقد ذلك. بعض الشطار أصدر بعض العلماء، يعني قال لي بعض الشطار يقولون الله داخل في كل شيء، وعلى زعمه يقوم يصلي الليل ويصلي الفجر في وقته، وكان يقول لأهله إذا أردتم أن تلعبوا اللعب المحرم وراء الشد وطاولة الزهر تقولون بسم الله نويت التسلي فيصير حلالا. هذا وين، بأي وادي هذا الزلم؟ هذا يجي أنا بحكي بفروع قبل أن أصلح له الأمور الأساسية في الفساد اللي عنده هذا الشخص. زرته قبل أن يموت، سبحان الله، قال لي شوف الغرور، قال لي أنا كان على فراش الموت، قال لي أنا كل يوم الملائكة بتكركرني من إجري على الصبح لأقوم صلي، حتى ازداد غرقا. قال لي الشيخ عبد الله رحمه الله الذي يشفق على الناس، قال لي ذهبت إليه وهو مريض وكلمته ما قبل أن يتراجع. شفتوا شو بيعملوا فيه الشياطين؟ قال لي هذه الشياطين تأتيه تفعل له هذا، قال بكركروني من أجري الملائكة، بتكركر واحد من أجري، قال حتى أقوم على الصبح حتى يغرق فيما هو فيه، يظن أنه على خير وعلى صلاح
الملائكة تقصده. الشخص إن كان عنده مسكن مؤجر وقال في حياتي هذا المسكن المؤجر يوزع الحصص بالتساوي على الأولاد، يعني مثلا $1,000 في بنت وصبي مثلا، فقال 500 للصبي 500 للبنت. هون السؤال إنه هل يبقى ذلك بعد الموت؟ بعد الموت هذا الشيء الذي هو كان مؤجرا ويملكه هذا الذي مات صار ملكا لمن؟ الورثة. فيوزع على حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان الشخص تبين أنه بلي جسمه فتح القبر وتبين أنه بلي جسده معناه ليس فيه الآن هذا الشخص، يعني عم يسألوا عن الزيارة، خلاص ندعو له نقرأ الفاتحة ونقول اللهم أوصل ثواب هذا لفلان، ولا نأتي القبر ونقول السلام عليك يا فلان لأنه لم يعد هنا، الروح مع الجسد. إذا بلي الجسد إن كان صالحا الروح تنتقل إلى الجنة تعيش في شكل طائر، الله يجعلنا من الصالحين، وإن كان كافرا تعرفون إلى سجين في الأرض السفلى، وإن كان من العصاة قال العلماء إما في الفضاء وإما في السماء الأولى. فإذا تيقن أنه ما عاد موجودا لا يسلم عليه ولا يزار باسم أنه هنا في هذا القبر، نقرأ له الفاتحة نقرأ له القرآن. وأعود ما قلت أقول ما قلت لكم، قال العلماء الرجل الصالح إن وقف على قبر مسلم فقرأ له القرآن قد يتوقف عنه العذاب، يتوقف عنه العذاب بالمرة، لكن يؤجل له بقية عذابه للآخر. ولذلك يقول العلماء ما في ارتباط بين ما إذا كان عفي من العذاب من في القبر معناه لابد أن يعفى في الآخرة، لأنه قد يكون عفي منه ببركة الرجل الصالح، ببركة أن هذا الرجل الصالح وقف عند قبره فقرأ أو دعا له مثلا. قال الشيخ يقول بعض السلف أقوى شعور الميت الخميس بعد المغرب ليلة الجمعة إلى صبيحة السبت، يعني ويوم الجمعة إلى صبيحة السبت هذا أقوى شعور الميت. فيستحسن إذا واحد أراد أن يقصد زيارة القبور هو في كل الأيام، لكن في هذا يعني مزيد مزية، في الخميس بالليل نروح عند سيدنا حمزة أو عند الرسول عليه الصلاة والسلام، استطاع الشخص الجمعة إلى صبيحة السبت. أنت صباح السبت يعني نعتبر شهر. إذا شخص سمع الفجر صبيحة السبت إلى الفجر، إذا شخص سمع إنسانا ارتد قاله في حضرة شخص ارتد فضحك المستمع مغلوبا ليس عليه ضرر، يعني عم بيقول انه طرى عليه شك بعدين انه بركي هذاك توهم، هذه الخواطر اتركوها لا تتعاملوا معها. الحكم ان من ضحك مغلوبا عند ردة شخص ليس عليه ضرر وليس عليه معصية وليس عليه مسؤولية لأنه ضحك مغلوبا يعني بلا إرادة، إن استطاع يراجع المرتد يجب أن يراجعه. العلماء يقولون الابن يتبع الأعلى في الدين، فلو أن مسلما تزوج يهودية من الأعلى في الدين؟ المسلم. فالولد من يتبع؟ الوالد، يعني نقول هذا الولد مسلم من صغره، نقول مسلم قبل أن يعتقد، مسلم بالتبعية، يعني هذا معناته. لو ولد ولد من أبوين كافرين شو منقول؟ كافر بالتبعية، مش عقيدة بعد ما اعتقد، هو بعد ما اعتقد الكفر، فهذا يقال عنه بالتبعية. الولد الذي عمره دون سنتين بوله نجس وقيئه نجس إن كان ذكرا وإن كان أنثى، وكيف يطهر؟ بول الصبي الذي دون السنتين إن لم يأكل من الطعام سوى الحليب
فبوله يطهر بنطح الماء برش الماء عليه، أما الجارية فليغسل كسائر الأبوال، والقيء يغسل كسائر النجاسات. وأي حليب بس لا يأكل الطعام، لا يأكل الطعام، حتى ملعقة الدواء لا تؤثر. ليس للشخص أن يسب حظه، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل، لا يجوز أن يسب حظه. الناس لا تعرف ما معنى الحظ، الحظ معناه النصيب، بس الناس يظنون أن الحظ معناه ما يحصل لي مما يوافق أو لا يوافق، يقول حظه منيح حظه ممنيح. الحظ هو النصيب، النصيب يعني ما شاء الله أن يصيبنا، وما بينسب هذا، لا يسب الحظ. في ناس يسبوا حياتهم يسبوا حظهم، هذا كلام لا خير فيه، لكن لا يكفر إن كان لا يفهم الاعتراض على الله تبارك وتعالى. إذا كان الشخص يريد من مرتد أن يوصله للمسجد وهذا المرتد لا يريد الصلاة، يجوز له أن يقول لمرتد أوصلني للجامع. هو إذا قلت لمسلم عادة أوصلني للجامع عادة، بتذكر أن ينوي لله تعالى عادة، بل أطلع طريقة ماشي يلا أطلع. فكيف المرتد حيتذكر؟ يعني إذا واحد خطر له ببكي نوى هذا أنه يوصلني، ما يخطر في بالي هذا. كيف نتأكد أن هذا الشخص منسوب؟ بالرجوع إلى ما يسمى شجرة العائلة، كيف الأصل الناس تحتفظ بهذا. فإن كان وصل نسبه إلى الحسن أو الحسين علم أنه من المنسوبين. في الدكتور كمال، الحاج كمال الله يبارك فيه، عنده خبرة بالأنساب والعائلات المنسوبة، ألف عمل كتابا في العائلات المنسوبة في بلاد الشام، بلاد الشام يعني لبنان والأردن وسوريا وفلسطين، يفيد أن ينظر الشخص فيه. اسألوا الكبار بالعمر، في منهم بيعرفوا اللي هلا عم بيموتوا، بيصير كتير ناس ما بتعرف. اليقطين عم بيسأل عن فوائده، يسألوا الأطباء، أنه الرسول كان يحب الدباء، يأكل الدباء عليه الصلاة والسلام، ففيها فوائد، أكيد فيها فوائد، لكن أنا لا أعرف. لا يقال عن شخص مسلم لا يلبق أن يكون له لحية، ما بيلبق له يعني، لأن اللحية سنة الأنبياء، فلا يقال ما بيلبق. بس فينا نقول إن اللحية تغطي بعض محاسن الوجه، لذلك في الجنة الرجال ليس لهم لحى. فينا نقول هيك كما قال العلماء، في الجنة لا يوجد واحد له لحية، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء، لأن اللحية تغطي بعض محاسن الوجه. بس ما منقول فلان ما بتلبق له اللحية، سنة هذه اللحية. من صفات ماء زمزم، عم يسألوا عن ماء زمزم، فيها شيء نحن منقول له المزية، اللي هي لمفقودة ما بتشوفوها بالمرة، وفيها شيء من الملوحة. حتى لما كنا صغارا وكان يؤتى بماء زمزم اللي هو زمزم، كنا لا نقبل عليها لطعمها، بس يقولون اشربوا زمزم لأنه فيها بركة مباركة من مكة. فلما عم بيحكي مع الشيخ رحمه الله قال لي الطعم تغير والسر تغير، وهذا واقع، لأن العلماء بيقولوا وقد جرب كثير من العلماء شربوا زمزم على مقاصد لهم فتحققت مقاصدهم. حتى واحد من أحبابنا اللي كان يطلع لي تواليل بإيديه، كان يشتغل بالسعودية من زمان هذا الحكي قبل ما يصير هيك بالماء، قال لي فكنت رحت عند بئر زمزم وصرت غسل إيدي بزمزم واشرب زمزم على نية العافية، فذهبت كلها بدون أي دواء ببركة ماء زمزم، تحقق له ذلك. الآن الطعم تغير، مي عادي بتحس الطعم، مي عادي. لو راح واحد لمكة وجاب القرن من هنيك، يعني كلكم شايفين الوضع، يعني مش انه عبول شيء غريب. من زمان كان فيها شيء بيسموه مزية وملوحة، هذا شيء معروف، حتى اللون كل ما يعني ما عاد فيها صفات زمزم، لا طعم ولا هذه الامور. الشيخ لانه عم يكبروها ولا هو تغير عين اصلا؟ الظاهر انه تغير العين، ما عاد هلا عاملين حفريات ومسكرين بئر زمزم. هلا اذا واحد يحمل الحرز اللي بنقوله نحن الحجاب، يعني
ودخل به إلى بيت الخلاء إن كان غير مغطى مكروه، وإن كان غطاه بنحو شمع العسل أو بورقة لا تظهر منها الورقة الحرز لا يكره ذلك، ليس حراما. لو كان ليس مغطى ليس حراما. إذا كان في كلمة أرادوا أن يكتبوا كلمة فخطأ صارت هذه الكلمة رابا، عم بيقول صارت رب، هل يجوز أن نرميها؟ طب ما في عنا ربا، ليش نقول رب؟ هو ما قصد رب، إذا عم يكتب قرب وراحت القاف شو بقى؟ راء وباء، في رب رمان وفي ربا، في ليش الواحد يقول فصارت رب بالذات يعني؟ فبيقول هذه الكلمة ليس المقصود بها، لأن الكاتب هل أراد رب العالمين؟ لا، مثل اللي كتب أمر الدين هل أراد دين الإسلام؟ لا، فيجوز رميها، نفس الحروف هي. الشخص الذي قال له أبوه أو أمه وقد أراد الخروج إلى أين تخرج؟ فقال ما خصكم أو ما دخلكم، ويفهم المعنى أي ليس لكم أن تسألوا، ليس لكم أن تدخلوا في أمري، فهذا كفر. أما كان لا يفهم المعنى، قد لا يفهم المعنى، قد يفهم من ذلك تركوني وشأني، لا أريد أن تدخلوا في أمري، لا يكفر، لكن حرام، هذا من الكبائر، لأن هذا يؤذي الوالد أذى شديدا ويؤذي الأم أذى شديدا. أنا بعرف بعض الأمهات الحرب اللبنانية تعرفوا كان يصير قصف بالليالي، كلكم سامعين، اللي شهد شهد واللي ما شهد، الذي لم يشهد يعرف. بعض الأمهات كانت تبقى كل الليل حتى يرجع ولدها،